صباح الخير يا حاجه. صباح الخير يا بيه. ايه الدوشه اللي كانت بره دي؟ في حاجه؟ مالكش دعوه، خليك في حالك. يلا روح افطر، خليك تلحق كليتك. ماشي. بقول لك يا دوك، انا كنت عاوز يعني 300 جنيه عشان اجيب سماعه طبيه. 300 جنيه مره واحده يا فهمي؟ يا دوك ما انت كنت في كليه الطب وعارف. الله، السماعه السنين بتاعتي باظت، وانا والله العظيم عندي عمل الفتره الجايه وهحتاجها جامد. بص يا فهمي. رضا، فهمي امانه في رقبتك يا رضا. حاضر. انا عناية ليك يا فهمي. ربنا يبارك لك يا رب. تعال. الهي يوقف لك في كل خطوه مريض. تعال خلاص حبيبي يا غايب. امسك ادي ال 300 يا ايه. والله انت حبيبي. ماشي حاجه؟ شد حيلك يلا. ها ركز. على السلامه يا وزع. مع السلامه يا اخويا. صباح الخير يا ابو الرود. ايه يا ابو الرود دي؟ انت كمان اسمي ابي رضا. ماشي يا ابي. اب بقى. أب؟ هو ابي بالمصروف، انت بقالك 3 ايام مطنش. بص يا فريد. رضا، فريد امانه في رقبتك يا رضا. حاضر. من عينيا، من عينيا يا حبيبي، يا عسل انت. اتفضل. كام دول؟ ما 10 جنيه معاك اهي. 10 جنيه؟ انت مش دايران بالدنيا، انت مش عارف الدولار بقى بكام. وانت مالك يا دي انت ومال الدولار؟ اذا كان الراجل اللي قدام المدرسه بتاع العسليه غلى العسليه وقال الدولار زاد. تصدق بتاع العسليه عنده حق. خد امسك 5 جنيه دي عشان بتاع العسليه. ممكن تسيبوني اقوم افطر بقى؟ قوم يا حبيبي بالانا والشفا. السلام عليكم. سلام يا فريد، خلي بالك وانت بتركب. ها ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا ابي. ايه يا نشمة؟ عايزه انت كمان اقلع لكم ملط؟ رضا مش عايز اسمع صوت خالص دلوقتي. حاضر. ايه يا ابي؟ والله العظيم انا جاي اقول لك صباح الخير، غلطت انا؟ تصدقي يا بنت انت اجدع واحده في البيت ده كله، ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك ابدا. حبيبي. الا يعدلها لك يا نسمه يا بنتي ويبعت لك ابن الحلال يا رب. لا مش وقت ابن حلال خالص دلوقتي يامه. والنبي يا رب، والنبي يا رب مش وقته خالص، انا اللي فيها مكفيني. يا اخويا ربنا هو اللي بيدبر كل حاجه. يجي بس يا نسمه ابن الحلال وانا اقلع لك الغوشتين دول يا حبيبتي وديهم لك. ما تصدقهاش يا بنت يا نسمه. الغوشتين دول بالذات ما بيتقلعوش من ساعة ما انا اتولدت، عاملين زي وعود الحكومة، مفيش فيهم رجا. البلطو بتاعي فين ياما عشان هطلع من المستشفى على الصيدلية على طول. يوه، ده البلطو عند المكواجي من امبارح. الله يخرب بيتك يا مجدي. مجدي! ايه يا مجدي فين البلطو؟ بكوي يا دكتور، فاضل له بخ. نفسي مرة واحدة تقول لي كويته مش بكويه، أنت ما بتستخدمش الفعل الماضي خالص. أنت عارف يا دكتور إن أنا سقط عربي. حالا اخلصه لك يا دكتور. يلا في الانجاز. ها ما تقلقش يا دكتور. ما يلا يا مجدي بقى تخلصني، بقالك نص ساعه بتكويلي في حته بريده وجيبه. وحياه صباحك النادي ده يا بطوطه، لا عايز اكويهم ولا مد ايدي فيهم عشان تفضلي قاعده قدامي كده منوراني. اشربي الشاي. شربت الشاي والقهوه والحاجه الساقعه كمان. خلصني بقى يا مجدي. انا لا عشت ولا كنت بطوطه اما اخلصك. خلصيني انت قولي اه. قولي اه ده انا مفتفت، ده انا مفرول. انت ايه؟ ما تسمعيش عن جمعية الرفق بالتعبان؟ لا سمعت عن جمعية الرفق بالحيوان. طب اعتبريني حيوان وارحميني. تصدقي بالله بطوطة؟ لا إله إلا الله. أنا ماسك المكوى بإيدي مش حاسس بيها. ده أنا قلبي مكوى أكتر منها. حاسب البلطو هيتحرق. ما يولع بجاز البلطو وأصحاب البلطو، فده كمية بلطو يا بطوط. طب يلا بقى يا مجدي خلصني، أحسن وحياة النبي هقوم ومش هرجع لك تاني. وأدي بلطو الدكتور رضا. يا لهوي. أدي الشغل اللي يشرح القلب الحزين. ده انا عايز اعيط وربنا. انت بتعمل ايه؟ برشها كلونيا مع ان ريحتك فيها احلى من 100 برفان. افردها يا رب. صباح الفل يا استاذ وطني. صباحك زي اللبن الحليب يا دكتور رضا. ما تنساش بقى النهارده معاد جلسه الكهرباء، بس سامحنا الله يكرمك انا مش هعرف اعدي عليك، بس هبعت لك واحد زيي واحسن وما تحاسبوش. ها ربنا ما يحرمناش منك يا دكتور. ربنا يديك الصحه. صباح الفل يا زغلول. صباح الخير. السلام عليكم. مجدي خلصت البلطو ولا ايه؟ 5 دقايق وكون جاهز يا دكتور. لا 5 دقايق ايه، انا كده هتاخر. هطلع انا على المستشفى وهبقى اعدي عليك قبل ما اطلع الصيدليه ياخده منك. ماشي ماشي. بطه ايه يا دكتور رضا؟ بقول لك ايه. ايه؟ ادي لامك بقى حقنه الانسولين دي وخليها تاخدها قبل الفطار. ماشي حاضر. ماشي. راح فين؟ ايه لا اديها لها دلوقتي، ما تخليش الواد ده يقعد يبخ في ودانك. يلا حاضر. يلا اظن كده هتنجز. ها اعتبره خلص يا دكتور. سؤال فل يا محمد. فل يا دكتور.
ويفتحها في وشك يا دكتور رضا. معلش سامحني النهارده انا عسوي. انا مش عايز منك فلوس يا دكتور رضا. يعني انت كشحات ممكن تعوز مني ايه غير الفلوس؟ تعاطف مثلا؟ حاجه للصداع، دماغي هتتفرتك. طيب امسك يا عسوي، بس خد بالك يا عسوي ده رابع شريط تاخده مني الشهر ده، لدرجه ان انا شاكك انك بتاخده تبيعه. والله ابدا يا دكتور رضا. انت وضميرك بقى، اهم حاجه ما تاخدهوش على معده فاضيه. ما هي فاضيه على طول زي ما انت عارف. ده طلع البرشام ده جر رجلي يعني. ماشي حظك حلو، امسك ده سندوتش بيض بالبسطرمه، كنت ناوي افطر بيه، حلال عليك. مفيش حلاوه؟ يعني في الاول برشام وبعدين بيض بالبسطرمه ودلوقتي عايز حلاوه؟ مش عايز سجاير بالمره يا عسوي؟ انت وذوقك بقى. لا انا سجاير مش هساعدك عليها. امسك هات لك سندوتش حلاوه حل بيه بقك. يلا ربنا يحللك الدنيا ويسكر طعمها في حركك يا دكتور رضا يا راجل يا امير. صباح الفل يا صاصة. اهلا. صباح الفل يا دكتور. ايه الاخبار خلصت؟ والله الفيسبا كانت عاوزة. حتى الفيسبا عاوزة؟ انا حلاقيها منين ولا منين بقى يا اخوانا؟ عاوزة ايه الفيسبا؟ عاوزة عمرة يا دكتور، وبعدين الموتور نعم قوي. طب بص يا صاصة، لو الفيسبا فتحتك تاني في موضوع العمرة ده قول لها ان انت ما شفتنيش. يا دكتور صباح الفل. صباح القشطة يا دكتور. نارك قشطة يا صاصة. نارك ابيض يا دكتور. الف سلامة. سلامة يا حبيبي. سلامة يا دكتور. صباح خير. صباح خير يا منيه. هو ايه المحاضره اتلغت ولا ايه؟ ده انا جاي على ملا وشي، كنت هعمل حادث. الدكتور سلم اعتذر. بجد؟ بيني وبينك احسن، لسه نايمه لغايه دلوقتي. انت فطرت؟ الحمد لله. طب ما تخليك كويس بقى وتعالى معايا الكافيتيريا افطر واعزمك على كوبايه شاي حلوه كده وتشرح لي كام حاجه مش فاهماها. انا هشرح لك؟ ده انت باباكي دكتور ومامتك دكتوره. هتقول ايه بقى يا سيدي؟ باب النجار مخلع، الاثنين منفضين لي. هتشرح لي بقى ولا هتنفض لي انت كمان؟ يا فندم وانا اقدر. اتفضلي على الكافيتيريا. اتفضلي. الدوشه دي على دم كده. الله يخرمكم عشان الليله دي تعدي على خير. يلا يا اما خد البنت دي وتعالوا على جنب. 100 مره قبل كده قلنا الزياره الساعه 10. دكتور مدير المستشفى زمانه جاي. يلا يا اما، يلا يا حاج بره، يلا يا كابتن. ايه الاخبار يا شاوي؟ صباح الفل. 1670 جنيه رد الزياره. نعم، والعربيات اخويا؟ العربيات لسه ما حسبت السطوح، العربيات داخله خارجه والدنيا ملبشه، مش هينفع دلوقتي. اصبر دكتور رافع. صباح الفل يا دكتوره. صباح الخير يا فرمان. شفت اللي حصل يا دكتور؟ الواد مسعد ابن اختي خد 15 يوم في النهار، واختي قلبه لنا البيت مناحي. ما تقلقش، هبعت له انا محمد بير بقى عندي. لا بلاش، الواد كان خارج صخ سليم والعيال شهدوا معاه. جه ابن الكلب اللي اسمه رضا ده شهد ضده في النيابه، راح واخد 4 في 15. وبعدين قلت لك اسكت فرماوي، احنا ما بنسيبش رجلتنا. ما هو كل ده عشان يا دكتور شريطين ترامادول الواحد يسيبهم وهو واقف في العمليات. الواد يكحور الكحوره دي. لعلم ساعتك يا دكتور، انا بشوف الواد ابن الكلب اللي اسمه رضا ده ببقى عايز ارتكب معاه جريمه. الواد ده انا ما بقتش طايق خليته امه الفرماوي. بعدين ماشي يا دكتور، بس العلم ساعتك بقى، الواد ده لو ما لمتوش ساعتك بعد كده هيطيح فينا كلنا. فين الواد ده دلوقتي؟ لسه ما جاش يا باشا. لما يجي
خليه يجي لي مكتبي انا هتصرف معاه. ها وضحت كده ولا ايه؟ وضحت جدا، دي سهله قوي على فكره. انت اسلوبك حلو قوي في توصيل المعلومه. ربنا يسمع منك يا رب واتخرج واكون معيد قد الدنيا. يا رب. اتفضل. ايه ده؟ هديه جايبها لك. ايوه امنيه، بس بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه، بمناسبه ان احنا زمايل يا اخي. ايوه بس هو ما يصح. طب افتحها، طب الاول افتحها. طيب حاضر. ايه ده؟ على فكرة كنت نازل النهاردة اشتري سماعة جديدة، حتى الفلوس معايا اهي. طب ممكن ما تكسفنيش؟ بجد مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجة، انت لسه عامل معايا واجب محترم دلوقتي في الدايجستيف سيستم. خليني ارد شوية من جمايلي. جمايلي؟ اه. طب مش عايزين انا اشرح لك اي حاجة تانية؟